حميد شمر. تفضل. الدنيا هي هذه، ما كانش مشكل. المهم انا نكون مختصر يمكن قبل ما نوصل 3 دقائق. اولا مبروك العيد، ونتمنى انه هذه الجلسه ان شاء الله تكون واحد الانطلاقه للمستقبل، لان هذه مدينتنا ومدينتنا تنموت عليها كاملين. انا ما داخلش انا في صراع، احنا ما شغلنا لا في سيتي باس ولا في اللي شغلنا هو الشركات التنميه المحليه. اليوم الاخ الرئيس الدار البيضاء راه فاشله شركات التنميه المحليه، كاين لا ترامواي ولا هضره، ترامواي بوحدو ما كاينش. ثانيا هاد الشركه ما دايره شغالاتها، المجلس يدير شغالاته ويدير لابيل دوفر يجيب شركه اخرى. اما التنميه المحليه رابحين منها الناس اللي في المكتب المديري، ما رابح منها لا مستشار ولا مدينه. راه دوزنا الشركه الاولى التنميه المحليه، فين وصلت فاس باركينغ؟ وغنجيو هادي ونبقاو نهضروا على 36 2036. انا اللي قريت في الجرائد، الجرائد تهضر على المغرب كله. المجلس الجهوي للحسابات راه كاين في مراكش وفي الدار البيضاء وفي طنجة والقنيطرة وفي كل شيء. عشتي معنا 12 عام وعشتي تجربة الأخيرة 6 سنين، 18 عام عندك في التدبير. حنا اليوم خصنا رجل واحد ومرأة واحدة كمنتخب نشوفوا المصلحة هاد فاس. ماشي عيب النقطة تجي من عند الوالي، شنو المشكل؟ هذا القانون. قانون الوالي من حقه يصيفط نقطة في جدول الأعمال. ماشي عيب، ماشي هذا هو نقاشنا. نقاشنا هاد التنمية المحلية لا فيما يخص الموارد ولا فيما يخص النقل والتنقل، هاد الطوبيس هاد الطاكسي الكبير هاد الصغير غتخلق مشاكل للمجلس وفيها مشكل خطير وخصو نقاش معمق. تناقشوا النقطة الثانية عافاك، تناقشوا النقطة الثانية ماشي الثالثة، تناقشوا النقطة ديال المواريد. تهضر هنا دابا انت خديتي جوج بجوج ومخديتيهم. لا بلاتي لا لا هذو اللي على نقطة المواريد. هذو اللي هضروا دابا الاخر اللي هضر على سيتي باس ما قلتيش. واش بغيتيهم بجوج؟ ثلاثة. لا غير ناقش وحدة. خلينا نكمل دابا. خلينا نكمل. وقرتي تسالي 3 دقائق. خليني غير نكمل. الله يهديك والله انت. رئيس غير باش نقول لك. أولا المسؤولية أمانة. أمانة مع الله ومع العبد. احنا عارفين. الله يجازيك بخير. راه مسؤولية أمانة. ما عارف والو. لا عارفين. والله ما عارف شي حاجة. والله ما عارف شي حاجة. أنت ما عارفش. والله ما غادي لا في الخسران. بالله. عارف هذه ماشي طريقة التدبير. بإذن الله عارف. ماشي طريقة التدبير هذه. تدبير عقلاني محكم. هذا تهين ساكنة فاس. لا والو. تتهين ساكنة فاس. لا والو. ما تنجمش على فاس. انا فاس انا فاس عندي انا فاس. ما كملتش جوج دقائق انا. فاس فوق كتافي. جوج دقائق ما كاينين. وما تقولش بانه ما كاينش. انا عارف اش ندير. ما توقفنيش. والمجلس عارف اش يدير. الله يهديك. والمجلس عارف اش يدير. وما تقوليش ما عارفش. ما جوج دقائق. انت اللي ما عارفش. جوج دقائق دوز. انت اللي ما عارفش. جوج دقائق. انا عارف مع المجلس ديالي ومع الاغلبية. والله يقويها. انت اللي ما عارفش اش ندير. انا تنهضر معاك ماشي مع الاغلبية. انت تقوليش ما عارفش. الاغلبية صحابنا. ما تقوليش ما تتعرفش. ما عندناش مشكل. انا تنعرف. لا انا تنعرف. اييه تنعرف 100 حاجه. تنعرف مع الاغلبيه الديمقراطيه ديالي. جوج دقائق اذا ما تقولش ما تتعرفش. جوج دقائق ما تبغيش عليا شي حاجه. ما تقاش باغي عليا شي حاجه. كلشي راه معروف. نهضر فين ما بغيت. صافي. التخربيق هذا ويلي ماشي معقول كاع. صافي. وانت اللي خلق المشكل. ما تقولش بعد المكتب ما تيعرفش. جوج دقائق. ما تقولش بعد المكتب ما تيعرفش. اسحب هادي. اسحبها. رئيس المكتب ديالو والمجلس والاغلبيه يعرفون ما يدبرون. شكون اللي هضر؟ ما تقولش ما تنعرفش. اسمع الله يجازيك. وبارك عليا. اسمع القانون واضح. وبارك ما تدوز على شي توليات. عنده الحق. قال لك ما تنعرفوش. واش المجلس يوقع ما تيعرفش. الوقت. وانت ماشي هاد الناس. تنعرفو اسيدي. تنعرفو. عارفين. السيد الرئيس. انت ما عارفش. لا تنعرف انا. السيد الرئيس الوقت. الوقت. يلا. الوقت الوقت الوقت. الشريفة الشريفة الله يرضي عليك الشريفة الشريفة السي العالمي ودابا بقات غير صراع وتهضر معايا السي العالمي ودابا يقولوا لي دابا خلينا واش دابا الله يخليك ما شغليش انا في داك الشيء تنعرفو دابا غاتسالات غاتسالات 3 دقائق ما طيحوش في نفس المشكل غاتسالات 3 دقائق صافي تسالات المشكل صافي 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 الاخ السيد المستشار دراسه تعطيوها لنا السيد المستشار تسالي 3 دقائق ما عندناش ما كاينش نقاش ثنائيه ما واحد ما قلش ديال من الوقت لا خليكم
ولا إخوان شوف شوف